السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سوف نتعلم شيء جديد وجميل جدا. هيا انظروا معي، ماذا تشاهدون في الصورة؟ أعداد، أحسنتم. هيا نعد معا. 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. أحسنتم، تعرفنا على هاي الأعداد كلياتها، واليوم بدنا نتعرف على إشي جديد وهو مفهوم الجمع. شو يعني يا مس الجمع؟ تعال نشوف مع بعض. هاي إشارة، هاي هي إشارة الجمع. إيش اسمها؟ اسمها زائد. زائد، هاي إشارة الجمع اسمها زائد. شايفين كيف بنعملها إشارة الجمع واسمها زائد؟ هاي إشارة يساوي وتكتب قبل النتيجة. هلا بنشوف مع بعض كيف. شايفين كيف إشارة اليساوي؟ إحنا أصلاً أخذناها في السابق. هيا نرى أمثلة على مفهوم الجمع. تفاحة زائد تفاحة يساوي 1 2، تفاحتين. 1 زائد 1 يساوي 2. عشان نتأكد إن النتيجة بدنا نستخدم إيدينا التنتين. الإيد الأولى بنحط عليها العدد 1، والإيد الثانية بنحط عليها العدد 1. 1 زائد 1، عدوا لي كم إصبع أنتم مطلعين؟ 2. نعم أحسنتم، 1 زائد 1 يساوي 2. في عنا هون كرات، في عنا أول إشي كرتين وبعدين واحدة. 2 زائد 1 أحط على إيدي الأولى 2، بدي أحط على إيدي الثانية 1، كم بصيروا؟ 1 2 3، نعم 3 كرات. أحسنتم، 2 زائد 1 ويساوي 3. لنرى معا. اثنان زائد واحد ويساوي، تعال نعدهم مع بعض، 1 2 3. أحسنتم، 2 زائد 1 ويساوي 3. لنرى، أقلام، إنها جميلة. هيا لنرى كم عدد الأقلام. أول مجموعة فيها 2، والمجموعة الأخرى فيها 2. 2 زائد 2 كم يساوي؟ 1 2 3 4. 4. 2 زائد 2 يساوي 4. 2 زائد 2 ويساوي 4. أحسنتم. في عنا كمان هون يميم لبس، حلو. أوكي، كم وحدة موجود عنا أول إشي؟ كم قطعة حلوى؟ عنا 3، هي حطيت على إيدي 3، وإيدي الثانية بدي أحط عليها 2. 3 زائد 2 يساوي، تعال نعدهم، 1 2 3 4 5. 3 زائد 2 ويساوي 5. 3 زائد 2 ويساوي 5. أحسنتم. يوجد عندنا هون فنجان زائد فنجان. يلا نعد، 1 زائد كمان فنجان 1 كم يعطينا؟ يساوي 1 2. فنجان زائد فنجان بعطينا 2. 1 زائد 1 يساوي 2. تعال نتأكد مع بعض ونشوف. 1 زائد 1 كم يساوي؟ 2. 1 زائد 1 ويساوي 2. أحسنتم، 1 زائد. واحد ويساوي 2. في عنا هون موز يمي. 1 2. موزتان 2 زائد 1. 2 زائد 1 يساوي
واحد اثنان ثلاثة. هم هيك بعطونا انه موزتين زائد كمان موزة بعطينا ثلاثة. تعالوا نتأكد مع بعض، واحد اثنان ثلاث. نعم أحسنتم، اثنان زائد واحد ويساوي ثلاثة. ثلاثة اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة. أحسنتم. إن شاء الله بشوفكم بالحصة القادمة، رح ناخذ الجمع ضمن عدد أكبر في الحصة القادمة بإذن الله. مع السلامة.